الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا المقطع سوف نتحدث عن وظيفة أخرى من وظائف الداتا لينك لاير وهي المالتيبل أكسس. طبعا في الأحوال المثالية قد نعتقد بأنه ما بين كل جهاز وجهاز في الشبكة لينك خاص بهما أو point to point لينك، ومن خلاله يتبادلون الرسائل، هذا يرسل وهذا يستقبل، ولا توجد يعني أي مشاكل. إذن فقط دائما لدي واحد منهم كمرسل والآخر كمستقبل، إذا لا يوجد تنافس على اللينك إذن هو لينك خاص بهما لهما وحدهما. طيب، حتى لو مثلا لو افترضنا أننا نستخدم طريقة الفول دوبلكس، اوكي، لو نستخدم طريقة الفول دوبلكس، الفول دوبلكس طبعا كما نعلم او كما اخذنا سابقا بان كل من السندر والريسيفر او كل من الجهازين المرتبطين على اللينك لهم القدرة على الارسال والاستقبال في آن واحد. فربما يعني نظن أن هناك خوف من حدوث مثلا كوليجن، يعني هذا يرسل مثلا باكيت إلى الآخر والثاني يرسل باكيت وكلاهما في نفس اللحظة، فقد يعني نشك في حدوث كوليجن في عملية الترانسميشن. لكن طبعا الأمر بسيط جدا في هذه الحالة، إذا أردنا يعني أن نتلافى حدوث أي كوليجن في البوينت تو بوينت كونكشن، فبكل بساطة نفس اللينك أو نفس التشانل نقوم مثلا بتقسيمها فيزيائيا، فيصبح لدينا مثلا هذا مسار للإرسال، إرسال البيانات، والآخر لاستقبال البيانات، لأن واحد للسندينج، عملية السندينج، والآخر لعملية الريسيفينج، أو بطرق أخرى يعني جدا بسيطة. فالأمر يعني غير مقلق، ونسبة الكولاجين التي من الممكن أن تحدث يعني جدا جدا ضئيلة. لكن دعونا مثلا في هذه الرسمة التي في الأعلى، لو كان لدينا multi point connection، فهنا فعليا توجد مشكلة بحيث أنه لدي أكثر من جهازين على نفس اللينك، وهناك تنافس شديد ما بين الأجهزة لأجل الوصول للينك ومحاولة الإرسال، واحتمالية حدوث كوليجن فعليا يعني جدا كبيرة. فكما نعلم لو مثلا لدي هنا هذا في المالتي بوينت كونكشن، حين مثلا هذا الجهاز يرسل رسالة، فالرسالة تتحرك في كامل الشانل أو في كامل اللينك، فهذا لو أرسل رسالة ستتجه في كلا الاتجاهين. طيب، تبحث طبعا عن الجهاز المستلم، الجهاز الذي طبعا له نفس الادرس الموجود في الرسالة او في الباكيت هو الذي يستلمها، لكن فعليا اذا تتحرك الرسالة او السيجنال داخل اللينك بالكامل، فقد تحدث هناك مشكلة في حالة مثلا هذا الديفايس الذي هنا يريد ان يرسل ولم يعلم ان هناك يعني شخص اخر او ديفايس اخر يرسل في نفس اللحظة، فقد يرسل باكيت هناك. طيب، يرسل باكيت او مسج لديفايس على اللينك، فيتصادم هذا الباكيت الخاص به مع باكيت اخر او مع الباكيت القادم من هذا الديفايس، فتتدمر هذه الفريمز ويحدث هناك مشكلة طبعا في عملية الترانزميشن، وقد تسبب ذلك إذن في حدوث نويز داخل اللينك، وتصبح هناك إشارات يعني غير مرغوب فيها وطاقة عالية في اللينك، فطبعا تحدث مشاكل ولا يتمكن أي جهاز من استلام الرسائل. طيب، فهذه هي فكرة المالتيبل اكسس عموما، إذا حينما يكون لدي أكثر من جهاز على نفس اللينك أو أكثر من جهازين دعونا نقول على نفس اللينك، إذا لم يكن لدي point to point connection فقد يحدث هناك مشاكل
عديدة في عملية الترانزميشن، وتكون نسبة الكولاجين أو تصادم الباكتس مع بعضها البعض جدا عالية. طيب، فإذا فعليا نحن حتى ننظم مثل هذه العملية، عملية المالتيبل أكسس للينك، إذا الوصول للينك، فلا بد أن نستخدم مالتيبل أكسس بروتوكولز تساعدنا في عملية التنظيم لعملية الإرسال، إذا حتى نستطيع يعني أن نستغل الشبكة بشكل أمثل وأن نجعل كفاءتها عالية. إذا نحتاج لمثل هذه المالتيبل أكسس بروتوكولز في حال كنا نستخدم مالتي بوينت كونكشن أو ما يعرف ويسمى بالبرودكاست لينك، وهو هذا اللينك الذي شاهدناه هنا، إذا الذي يتصل عليه ويتصل عليه أكثر من جهازين في اللحظة الواحدة. وطبعا في هذا الأمر أو حينما يعني تكون هناك نسبة عالية من الكولاجين، طيب حين هناك تكون هناك نسبة عالية من الكولاجين، ففي الواقع نحن نضيع الباندويث للشانل لدينا. ماذا يقصد بالباندويث؟ يعني مدى القدرة الاستيعابية للشانل وتحملها لمرور كمية معينة من السيجنال. فمثلا قد تكون هناك شانل تستطيع في السكند الواحدة، في اللحظة الواحدة، طيب اذا تستطيع ان تستوعب او ان يمر يعني من خلالها هذه الشانل مثلا 50 ميجا بيتس. طيب اذا لكل ثانية مثلا 50 ميجا بيتس في كل ثانية، قد يعني تستطيع السيجنالز ان تمر من خلال الشانل ذا بهذا المعدل، اذا كل ثانية قد تمر 50 ميجا بيتس. طيب فأحيانا كل قليل يعني كل لحظة كل فترة يحدث لدي كولاجين كولاجين كولاجين، في الواقع أنا أضيع هذه الباندويث، هذه القدرة للشانل. إذا أنا لدي الشانل إذا تستطيع أن تنقل بمعدل 50 ميجا بيتس في الثانية الواحدة، فلماذا أنا أضيعها من بين يدي؟ بسبب إذا أن هناك مشاكل في المالتيبل أكسسينج. فمثلا هنا لو نلاحظ في هذه الرسمة التي في الأسفل، إذا هذه المناطق هنا التي باللون الرمادي تمثل مناطق حدث فيها كولاجين أو تصادم ما بين الفريمز للستيشنز المختلفة. فانظر إذا إلى كم فريم يعني حدث له كولاجين مع فريمز أخرى، و كم فريم لن وصل بسلام للمكان المطلوب أو للديستنيشن. إذا لو قارناهم ببعضهم البعض سنجد فرقا كبيرا. فهذا الفريم مثلا هنا وصل بسلام، الفريم هذا وصل بسلام، لكن هذه كلها التي هنا إذا حدث لها كولاجينز لأنها انتقلت في نفس اللحظة عبر الشانل، وهذه التي هنا أيضا حدث لها كولاجين، فكم باكت أو كم فريم حدث له كولاجين؟ إذا لدينا 6 من الباكتس حدث لها كولاجين تدمرت لم تصل للديستنيشن، فقط 2 من الفريمز وصلا يعني بسلام وانتقلا يعني عبر الشانل. فهذه فعليا مضيعة للباندويث للشانل، لأننا لم نستغلها بشكل صحيح، وطوال الوقت الذي ينتقل إذا فريمز لا فائدة لها، إذا يحدث لها كولاجينز وتتدمر. إذا فعليا نحن لم نستفد يعني من الشبكة بصورة مثلى. طيب طبعا المالتيبل اكسسينج أو المالتيبل اكسس بروتوكولز نحتاجها إما في الواير نتوركس أو في الوايرلس نتوركس، وأيضا في الستلايت نتوركس. طيب إذن هي جدا مفيدة جدا مهمة كما قلنا في حال لدينا ملتي بوينت كونكشن. طبعا
المالتيبل اكسس بروتوكولز تنقسم الى ثلاثة اقسام او الى ثلاثة انواع، هي الراندوم اكسس بروتوكولز، الكنترولد اكسس بروتوكولز، والشانلايزيشن بروتوكولز. وبإذن الله سنتعرف على كل نوع من هذه الانواع في مقاطع مستقلة. وفي هذا المقطع بإذن الله إذن سوف نبدأ بالحديث عن النوع الأول. النوع الأول هو Random Access Protocols. طبعا ال Random Access Protocols أو ما تعرف ب Contention Methods. Contention معناه يعني مثل تنافس. طيب ففي هذه او في هذا النوع من انواع البروتوكولات الاستيشنز فعليا اذا لا يوجد فيها من هو سوبيريور على الاخر، يعني لا يوجد من هو متفوق على الاخر او له اولوية دون غيره، لا اذا كلهم لهم نفس الاولوية، لا يوجد اي ستيشن تتحكم في الاخرى، اذا كلهم لديهم فرص نستطيع أن نقول متساوية للتنافس للوصول على اللينك. ففعليا يعني ربما يكون هناك يعني ستيشن يعني له القدرة أكثر أو يعني بالصدفة له القدرة أكثر على الوصول لللينك، ففي كل مرة يقوم بعمل accessing ينافس غيره، لكن هو كفرص يعني للحصول على اللينك أو لإرسال الباكس من المفترض أنها متساوية، لكن أحيانا يحدث عدم عدالة بما أن الكل يتنافس ويتسابق لأجل الوصول لللينك، فيعني ليس دائما هناك عدالة. طيب طبعا ما ميزة هذه الراندوم اكسس بروتوكولز؟ صحيح أن هناك يعني نوع من العشوائية للوصول للينك، لكن في الغالب إذا الستيشنز إذا لا ترسل هكذا الفريمز بشكل مباشر، تحاول أن تتخذ قرار أو decision. طيب تدرس فيه طبعا الستيت أو حالة الميديوم، هل هي آيدل، هل هو يعني فارغ أو أنه بيزي مشغول، هناك ستيشنز أخرى أو ديفايسز أخرى ترسل في نفس اللحظة. طيب إذا طبعا سنتعرف على أنواع الراندوم أكسس بروتوكولز المختلفة، وسنرى يعني ميزة كل واحد عن الآخر. إذا كل منهما طبعا كل من هذه الأنواع له ميزة خاصة ويعني آلية نوعا ما مختلفة، لكن كلهم مبنيين على فكرة الراندوم أكسسينج، بحيث هناك نوع من العشوائية للوصول لللينك. طيب إذا كما ذكرنا إذا وقلنا أن each station كل station لها الحق في الوصول للميديوم أو للشانل بدون أن تكون طبعا يتم يعني التحكم بها من خلال station أخرى. طيب إذا كلهم من المفترض لديهم فرص متساوية أو فرصة يعني للتنافس. طيب طبعا لماذا تسمى بالراندوم اكسس بروتوكولز؟ اذا هناك بعض الامور التي تعطيها معنى هذا الاسم، واولا انه there is no schedule time for a station to transmit، اذا لا يوجد يعني وقت معين يسمح فيه للستيشن بان تقوم بعملية الارسال، فالعملية فعليا راندوم او عشوائية، اذا في اي لحظة من يعني للستيشن الحق في الإرسال وتحاول أن تنافس الآخرين لأجل الوصول لللينك. أيضا stations compete with one another to access the medium، إذا تتنافس stations أو devices فيما بينها كما قلنا ونكرر لأجل الحصول على فرصة للإرسال عبر الشانل، لذا تسمى بالcontention methods لوجود تنافس شديد.
طيب الكولاجين طبعا كما ذكرنا إذا في حال أن هناك جهازين يحاولون الإرسال في نفس اللحظة، فإذا قاموا بالإرسال بنفس المدة الزمنية وكان مثلا أحد الجهازين لم أو الجهاز الأول الذي أرسل مثلا لم ينتهي بعد من عملية الإرسال، فبلا شك أنه سيحدث هناك كولجنز ما بين الفريمز. طيب فإما أن يحدث في هذه الحالة الفريم ديستروينج إذا تتدمر يعني بالكامل، وإما يحدث لها موديفيكيشن يعني البيانات التي فيها أو البيتس التي فيها تتعدل. طبعا في كلا الحالتين الفريمز تصبح يعني غير مستعملة، لأن حتى لو يعني تعدلت ولم تتدمر بالكامل فلا يمكننا فعليا الاستفادة منها، لأنها لا تمثل الداتا الفعلية التي نريد الحصول عليها أو التي يريد الريسيفر أن يحصل عليها. طيب الآن في الـ Random Access Protocols، طبعا كما نعلم الـ Protocols ما هي؟ كما أخذنا تعريفها سابقا هي Set of Rules that governs data communication، يعني مجموعة من القواعد التي تنظم لي الـ data communication أو عملية تبادل البيانات. فطبعا أي ديفايس يريد أن يلتحق بشبكة معينة لابد أن يلتزم بمجموعة الرولز هذه. ففي Random Access Protocols إذن أي ديفايس سوف يلتحق بشبكة تستخدم Random Access Protocols لابد أن تلتزم بمجموعة القوانين هذه، وأن تكون قادرة طبعا على الإجابة عن الأسئلة التالية، وهي When can the station access the medium؟ إذا أنا كستيشن في هذه الشبكة متى يحق لي أن أقوم بعمل accessing للشانل وأحاول يعني الإرسال؟ أيضا What can the station do if the medium is busy؟ إذا ماذا بوسع الستيشن أن تفعل في حال وجدت يعني مثلا أن الشانل busy؟ يعني مثلا تفحصت الشانل يعني وحاولت أن تعرف هل هي idle أم busy، إذا وجدتها busy ماذا سوف تفعل؟ طيب how can the station determine the success or the failure of the transmission؟ إذا أنا يعني كستيشن أرسلت رسالة عبر الميديم، طيب فكيف لي أن أعرف أن عملية الترانزميشن قد تمت بنجاح أو أنها قد فشلت يعني وتحتاج رسالتي مثلا إلى إعادة إرسال من جديد؟ أيضا وأخيرا What can the station do if there is an access conflict أو collision؟ إذا في حال أنني أرسلت فريم، إذا أنا ستيشن أرسلت فريم وحدث هناك collision، طيب إذا حدث هناك كولجن وعلمت بأن هناك كولجن قد حدث وأن رسالتي تدمرت، ففي هذه الحالة ماذا ينبغي علي أن أفعل أو كيف أتعامل مع هذا الموقف؟ طبعا كل هذا أو هذه الأسئلة سنجيب عليها حينما نتعرف على أنواع الـ Random Access Protocols. طبعا هذه هي الأنواع لدينا التي سوف نتعرف عليها بإذن الله. أول نوع هو الألوها. الألوها طبعا هو أبسط نوع وهو أول نوع قد ظهر قديما يعني في الراندوم أكسس بروتوكولز. طيب وهو طبعا عبارة عن مالتيبل أكسس بروتوكول. إذن وميزته أو دعونا نقول عيبه في الواقع وليس ميزته، لكن ما يجعل هذه الطريقة مختلفة عن الطرق الأخرى أنه لا يوجد فيها carrier sense، the no carrier sense. ما المقصود بذلك؟ أنه في الألوها إذا لا يوجد تحسس للشانل، إذن يعني لا تتفقد حالة شانل قبل الإرسال، لا ترى هل هي idle فارغة تستطيع أن ترسل من خلالها أم أنها مشغولة وقد يحدث هناك كولجن. لا، إذا مجرد أن يكون لديها باكيت أو للديفايس يعني مجرد أن يكون لديه باكيت يريد أن يرسله ولا يبالي، ثم ينتظر acknowledgement من الريسيفر حتى يتأكد يعني هل فعلا وصلت رسالتي أم لا. إذا هي يعني جدا طريقة عشوائية
طيب، و يعني نوعا ما ليست عملية بشكل كامل، راح نتحدث بتفصيل عنها أكثر بإذن الله في الشرائح التالية. النوع الثاني طبعا هو CSMA. إذا CSMA هو عبارة عن Carrier Sense Multiple Access. إذا هنا في هذا النوع طبعا هناك ميزة أفضل، هو أنه يوجد Carrier Sense، يعني أي ستيشن أو أي ديفايس يريد أن يرسل عبر الشبكة قبل أن يرسل يتحقق فيما لو كانت لو كان الميديم آيدل أو بيزي، يعني هل هو فارغ أم مشغول، هل أستطيع أن أرسل أم لا. طيب طبعا CSMA ينقسم إلى قسمين أو له نوعين، هو CSMA CD و CSMA CA. طبعا CSMA CD يمتاز بأن فيه إذا ليس فقط Carrier Sense أو تحسس للشانل، وإنما فيه أيضا Collision Detection، إذن يستطيع أن يكتشف وجود Error أو Collision حدث أثناء عملية Transmission، فيقوم مباشرة بإيقاف إرسال يعني باقي البيانات. وهي عادة طبعا هذا النوع يستخدم في الوايرد نتورك. طيب في يستخدم في الوايرد نتورك. اما في CSMA CA ففيها ميزة اضافية، او يعني بالاضافة للكارير سنس، وهي الكوليجن افويدنس. كوليجن افويدنس يعني انها في الواقع تتوخى حدوث كوليجن، او يعني تبذل جهدها بان تتفادى حدوث كوليجن قبل أن يحدث، لأنها فعليا الديفايسز هنا تفتقر لإمكانيتها في اكتشاف الإيروز، إمكانيتها ضعيفة، وبالتالي تحاول قدر الإمكان أن تقوم بعمل أفويدنس أو تفادي لحدوث الإيرور من الأساس. وطبعا هناك آليات خاصة بها تتبعها، وعادة طبعا هذا النوع يستخدم في الوايرلس نتوركس. طيب سنتعرف الآن، إذا سنبدأ بالحديث عن البيور ألوها بصورة مفصلة أكثر. طبعا البيور ألوها كما ذكرنا هو أول نوع تم ابتكاره، وهو قديم طبعا جدا، تم اكتشافه وتطويره دعونا نقول وابتكاره في University of Hawaii في أيام السبعينات. إذا قديمة جدا هذه الطريقة، و يعني في الواقع هي ليست عملية كثيرا. وطبعا صممت في السابق لأجل الوايرلس لانس، كانت تستخدم في الوايرلس لانس. هي طبعا simple method، جدا طريقة بسيطة جدا. طيب طبعا كل ستيشن كما قلنا إذا مجرد أن يكون لديها frames تريد أن ترسلها، فترسلها مباشرة وتنتظر acknowledgement من الريسيفر تؤكد عملية وصول الرسالة. إذا لا تتفحص أبدا الشانل، إذا هي عشوائية جدا. إذا كما لاحظ هنا في الرسم، إذا أي ستيشن لديه فريم يقوم بعملية الإرسال مباشرة، ثم ينتظر يعني الأكنولجمنت أن يأتيه، فإن أتى فمعناها أن العملية تمت بنجاح. إذا لم يأتيه بعد فترة طبعا من الزمن، فترة محددة، فيعرف الستيشن أن هناك يعني error أو collision قد حدث، فيفكر في إعادة الإرسال من جديد عبر الشانل. طيب طبعا possibility لحدوث collision جدا عالية في هذه الطريقة. أولا طبعا وهو الأساس أن هناك فقط one الشانل اللي تستخدم يعني في عملية الإرسال والاستقبال، معناه مالتي بوينت كونكشن. طيب الشيء الآخر أن البيور ألوها إذا الستيشنز فيها لا تبالي، إذا ترسل دون تفكير ودون أن تتأكد من أن الشانل متاحة لعملية الإرسال. طيب هنا لدينا إذا رسمة توضح أكثر طريقة عمل البيور ألوها. طيب
أو يعني مبدأها. طبعا لدي مجموعة من الستيشنز، ستيشن 1 و 2 و 3 و 4، وكل منهم طبعا ينافس الآخر ويحاول أن يصل للشانل ويرسل. في الستيشن 1، الستيشن 1 أرسل فريم والفريم 1.1. طبعا في هذه اللحظات التي أرسل فيها لم يقوم أي ستيشن أو لم تقوم أي ستيشنز أخرى بعملية الإرسال طول هذه المدة، فعملية الإرسال في الواقع يعني ستكون ناجحة، وسيحصل هذا الستيشن على acknowledgement من الريسيفر، لأن الريسيفر حينما يستلم رسالته طبعا سيرد عليه acknowledgement بأنه إذا كل الأمور سليمة ووصلتني رسالتك. لكن مثلا في هذه المنطقة أو في هذه الفترة الزمنية أرسلت 4 من الفريمز تقريبا في يعني نفس اللحظات أو في أوقات متقاربة جدا، فطبعا حدث هناك كوليجن ما بين الأجزاء، مثلا هذا الجزء الذي هنا تصادم مع هذا الجزء الذي هنا من فريم آخر. طبعا حتى لو 1 بت حدث لها كوليجن مع 1 بت من فريمز مختلفة، فأعلمي أن هناك كوليجن قد حدث والفريمز طبعا سوف تتدمر. طيب إذا هنا أيضا بنفس الطريقة حدث كوليجنز لأن هناك أكثر من فريم أرسل في نفس اللحظة، وأما هذا الفريم الأخير طبعا قد نجا لأنه لا يوجد أي ستيشنز أخرى أرسلت في نفس لحظة إرسال ستيشن 3 لهذا الفريم أو لهذا الباكت. طيب فالبيور ألوها مع أنها يعني تتبع استراتيجية معينة لأجل تنظيم عملية الأكسسينج، إذا يعني هناك آلية أو خطوات معينة طبعا سوف نشرحها معا أو نراها معا في الألغوريثم في الشرائح التالية بإذن الله. إذا فكما قلنا، إذا بالرغم من كونها لها آلية لكنها فعليا ضعيفة أو يعني غير عملية كثيرا، فنسبة الكوليجن فيها عالية كما نشاهد هنا في هذه الصورة. نكمل بإذن الله تعالى شرح البيور ألوها في المقطع التالي.